مشاهدين الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في موجزنا الإخباري هذا، تعنت الحكومة الإسرائيلية وعجز الإدارة الأمريكية عن ممارسة الضغط عليها للقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967 ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية لاستئناف المفاوضات، يلقيان بظلالهما على اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية الأربعاء. النظام السوري يواصل حصاره لمدينتي حمص والقصير، ومنظمة العفو الدولية تندد بمناخ الخوف في المستشفيات السورية التي تقول إن النظام حولها أماكن لقمع المعارضين. وواشنطن تقول إن سفيرها سيعود إلى دمشق للاستماع إلى الشعب السوري ولإقناع الأسد بالرحيل. المجلس الوطني السوري يدعو لإضراب عام وتوفير حماية دولية عشية وصول الوفد العربي إلى دمشق الأربعاء. ومصادر في حمص تقول إن النظام يحضر لمظاهرة تأييد بالتزامن مع زيارة الوفد العربي. مصادر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ترجح أن تحتل الأحزاب الوسطية الصدارة في تشكيلة الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد وتدعو لانتخابات برلمانية ورئاسية في غضون سنة. تركيا تغير موقفها وتطلب الحصول على مساعدة دولية لمواجهة عواقب الزلزال الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع، وذلك بعد أن كانت أعلنت أن بوسعها مواجهة آثار الكارثة بمفردها، ويقدر عدد ضحايا الزلزال حتى الآن بنحو 460 قتيلا، كما انهار أكثر من 2000 مبنى. أخيرا في هذا الموجز، الطائرة الأمريكية الحديثة بوينغ 787 دريم لاينر تقلع اليوم الأربعاء في أول رحلة تجارية لها بعد أن سلمتها شركة بوينغ الأمريكية إلى شركة الطيران اليابانية أول نيبون إيرويز قبل أسابيع. وقد انطلقت الرحلة من مطار نارينا الدولي في طوكيو إلى هونغ كونغ، ويبلغ طول الطائرة نحو 57 مترا، وهي مزودة بمحركين نفاثين وتقل 260 راكبا. لتفاصيل هذه الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير.